حرب السودان تدخل شهرها الرابع باشتباكات متجددة ووضع إنساني متدهور وسيناريوهات قائمة. مسؤول عسكري أمريكي يعلن أن طائرة استطلاع روسية حلقت فوق قاعدة أمريكية في سوريا. الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا. سفينة تبحر من جيبوتي إلى الساحل اليمني لسحب مليون برميل من خزان النفط صافر. بايدن يستقبل الرئيس الإسرائيلي الثلاثاء لبحث التعاون الثنائي والبرنامج النووي وعلاقات روسيا العسكرية مع إيران. حاكم إقليم بلخ الأسبق يروي للحدث قصة هروبه من أفغانستان ويتحدث عن دور بناء لولي العهد السعودي في محاربة الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري أحييكم إلى استوديو الحدث لهذا اليوم. مع دخول الحرب في السودان شهرها الرابع تحول الصراع إلى مرحلة جديدة بعد اشتداد القتال وتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير، حيث يعيش الأهالي في الخرطوم ودارفور وغيرهما من المناطق في ظروف قاسية ويحصلون بالكاد على الرعاية الصحية والمياه والكهرباء في ظل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد. صحر السمر مؤسم ما بتاعين دنيا، ومقامهم عند ربنا أكبر مننا نحن. عشان كده تقدم بدري. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. صغفت الغزيفة من الناحية الغربية وضربت على جدار الغرفة الرئيسية التي كنا جلسنا من الناحية الغربية لها. كل الشظايا التي في الغزيفة انفجرت نحو هاتين الشهيدتين. ناقش وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي المستجدات الأقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وذلك خلال اتصال هاتفي. واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن توطيد العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات. قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن ونظيره السعودي أكدا على التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان. وذكرت الوزارة في بيان أن الوزيرين أكدا أيضا خلال اتصال هاتفي على الالتزام بتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. وأمس حذر المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس من أن السودان يواجه ما وصفها بكارثة إنسانية. قال فولكر بيرتس في بيان إن ما بدأ كخلاف بين الجنرالين على وشك التحول إلى صراع أيديولوجي عرقي، ما يجعله أقرب بكثير إلى حرب أهلية شاملة، مضيفا أنه بمجرد أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية يصبح إيقافه أكثر صعوبة مع تداعيات أكبر على المنطقة. كما أكد المبعوث الأممي على أن تفتيت السودان لن يكون مجرد انهيار داخلي، بل سيؤثر على العديد من البلدان المجاورة.
التحذير الأممي من الوصول إلى مرحلة الحرب الأهلية الشاملة في السودان هو برأي الكثير من المراقبين أحد أبرز وأخطر السيناريوهات المطروحة في الأزمة السودانية. هذا السيناريو يزداد واقعية مع طول أمد الحرب التي طوت شهرها الثالث وصعوبة حسمها سريعا، ما يعني وصول المعارك إلى مناطق جديدة ودخول أطراف أخرى فيها كما حدث في دارفور، خاصة إذا حاول قوات الدعم السريع تشتيت جهود الجيش السوداني بفتح بؤر للحرب في ولايات تعد آمنة نسبيا، خاصة في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل، لتضاف إلى مناطق المعارك الحالية، ما يهدد فعليا بتحول حرب الجنرالين إلى حرب أهلية. هناك سيناريو آخر يتمثل بتحقيق الجيش للانتصار في العاصمة الخرطوم، وهو لا يعني برأي المراقبين نهاية المعركة بل زحف المعركة إلى أطراف البلاد، كما حدث على مدار 40 عاما خلال القتال بين الجيش وحركات التمرد في الولايات الطرفية. كما يرى متابعون أن انتصار الجيش على الدعم السريع في الخرطوم سيدفع الأخيرة إلى التوجه بقوة إلى دارفور التي تعتبر مركز تأسيسها عام 2013 وتمثل أهمية كبرى للدعم السريع، حيث تتشكل معظم قواتها من عناصر تنتسب لقبائل الإقليم. لكن ماذا لو حدث العكس وانتصرت قوات الدعم على الجيش في الخرطوم؟ هذا السيناريو لا يبدو أكثر تفاؤلا، حيث سيتحول الأمر في هذه الحالة إلى إعلان حرب الولايات وفقا لتقرير لوكالة الأناضول، حيث يتكون تنظيم الجيش السوداني من 5 قيادات إقليمية، هي القيادة المركزية في الخرطوم والشرقية في القضارف والغربية في الفاشر والوسطى في الأبيض والشمالية في شندي. سيناريو التقسيم يلوح في الأفق أيضا ولا يغيب عن تحليلات المراقبين، وبحسب الأناضول فإن الحرب بين الجيش والدعم السريع قد تغري أطرافا كثيرة بأن يكون التقسيم هو الحل لإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. يبقى السيناريو الأخير الذي يعلق السودانيون عليه أمالهم، وهو نجاح الضغوط الدولية والإقليمية بالتوازي مع الضغط الشعبي في إيقاف القتال وإجبار الطرفين على الجلوس إلى طاولة التفاوض والوصول إلى معادلة تؤسس لحل دائم. قال طب ترحصوا ها؟ دخلوا عرباتهم تجري؟ دي بتجيب صخر عديل والله. دي ما بتنقدر يا زلمة. ده حقنا والله، ده شغلنا بنعرف ليه. ده شغلنا والله. والله ده شغلنا. بل والله. جوا برا صح؟ والله ده برا. جوا. والله ده برا. والله برا. بحر نظيف والله مين حطاب له قبر الحلفاية. بحر نظيف مين حطاب له قبر. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. انقطاع للاتصالات، انتشار للأمراض، انتهاكات جسيمة، سيناريوهات كلها قاتمة بعد دخول الصراع الشهر الرابع الآن بين قوات الدعم السريع والجيش. في ظل تعثر المبادرات الإقليمية والدولية أيضا، إلى أي مدى عودة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بمحاولات أخرى قد يعطي بصيص من الأمل في على الأقل وقف مؤقت لإطلاق النار؟ أنا في اعتقادي أن الدور السعودي الأمريكي فيما يتعلق بجهودهم التي بذلت وما يمكن أن تبذله في المرحلة الحالية والقادمة هي جهود مقدرة ويجب تشجيعها ودعمها، خاصة وأن مؤتمر دول جوار السودان أكد على ذلك من خلال التأكيد على ضرورة تواصل هذا الدور في إطار من التنسيق والتشاور والدعم من جانب آلية دول الجوار السوداني فيما يتعلق بالمسار الخاص بالجانب وقف إطلاق النار
دعما أيضا للمسار الآخر الخاص بالجانب الإنساني. يجب أن ننظر في هذا الإطار إلى أن مبادرة دول الجوار لا تقتصر فقط على مجرد السعي نحو وقف إطلاق النار والاهتمام بالجوانب الإنسانية، وإنما هي مبادرة شاملة تتحدث عن مسارات ثلاثة في نفس الوقت: المسار الإنساني، والمسار العسكري أو الأمني، والمسار السياسي. والحديث هنا يعني أن هذه المسارات يجب تفعيلها في نفس التوقيت وفي نفس الوقت. كيف يمكن تفعيلها دكتور صلاح في ظل عدم استجابة طرفي الصراع؟ كان قبل مؤتمر دول الجوار كان هناك أيضا مؤتمر الإيجاد، وسبقه محاولات السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المسارات لماذا لم تؤدي حتى الآن إلى على الأقل تخفيف معاناة السودانيين؟ لماذا يتشبث كل طرف من طرفي الصراع بموقفه على أنه ربما يستطيع في وقت ما الحسم العسكري؟ أين الخلل هنا؟ الخلل هنا هو أن منذ الاتفاق الإطاري ومخرجاته وضع كل من الدعم السريع والقوات المسلحة على نفس الدرجة أو نفس المستوى، بل وضع الدعم السريع في مرتبة أعلى من حيث التبعية، وكان الحديث عن عملية الدمج لفترة أطول، وهذا أثار كثيرا من الشكوك فأن الدعم السريع في إطار الاتفاق الإطاري أو قوى الحرية والتغيير هو قوة عسكرية ربما في المستقبل تختطف مكان القوات المسلحة وتصبح هي العمود الفقري للمكون العسكري. من هنا تبدو صعوبة المسألة. كل ما يجري الآن هو محاولة لجذب الطرفي المكون العسكري المتقاتلين للجلوس على مائدة المفاوضات. ما أود أن أشير إليه فيما يتعلق بمبادرة دول الجوار أنها تتحدث عن ضرورة استئناف العملية السياسية بشكل شامل وكامل لكافة مكونات المجتمع المدني لتشكيل حكومة انتقالية. أعتقد أن تفعيل هذه النقطة الآن حتى في ظل الجهود التي تبذل لعملية وقف إطلاق النار ستخرج بمخرجات من شأنها إفراغ الأهداف التي يسعى لها الدعم السريع أو حتى الجانب الخاص بالقوات المسلحة، سيتم إخراجها من مضمونها. ما هو الهدف الدعم السريع الذي كان يسعى إليه؟ كان يسعى إلى تسليم البرهان وأيضا إقامة دعم العملية الديمقراطية. هذا أمر ليس في حقيقة الأمر هدف يعني يمكن يكتسب أي مصداقية. إذا تم هذا الاجتماع على مستوى الشعب السوداني وبشكل كامل ومشاركة كاملة من كافة مكوناته وليست مشاركة جزئية من قوى الحرية والتغيير، إنما يجب أن يكون سيكون هناك رؤية بتشكيل حكومة مدنية تتولى هي الأمور، وسوف يكون قرارها الأول هو وقف إطلاق النار ودمج الدعم السريع في القوات المسلحة أو حله. وهو في هذا الصدد نعبر عن إرادة شعبية يجب الالتزام بها من الطرفين. ومن هنا يبدو أهمية مثل هذا التحرك في هذا الإطار. ولكن لا يبدو على يعني حتى الآن أن هناك استجابة من أحد الطرفين. لكن بالنسبة لدول الجوار والتخوف لديها من استمرار هذا الصراع، لأنه هذا الصراع ستبقى تداعياته بشكل كبير على الدول المجاورة للسودان بدأ بالفعل، وبالتالي ما الذي يمكن أن يخرج من دول الجوار يعني هل لدى دول الجوار أوراق ترهيب وترغيب في الجلوس في جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات؟ يمكن أن تدفع الطرفين أن يجلسا على طاولة واحدة؟ نعم، لا شك أن اجتماع دول الجوار على مستوى القمة يعني أن وهي أعلى آلية في مثل هذه الأحوال يمكن أن تشكل أداة ضغط قوية على طرفي الصراع، خاصة وأنها تتحدث عن ضرورة التنسيق والتشاور مع كافة آليات الأخرى والمبادرات الأخرى. معنى ذلك أن هناك دعم من جانب دول الجوار على هذه بمستوى هذه الآلية وآلية الوزراء التي ستقوم بعملية التنفيذ مع كل من الولايات المتحدة. لكن اسمح لي دكتور صلاح، دائما الآلية والنية موجودة، لكن التنفيذ على الأرض هو الذي يعني يقابل بعراقيل وصعوبة من قبل الطرفين المتصارعين. كيف يمكن تحقيق أي مبادرة أو تنفيذها على الأرض؟
أنا أشرت حضرتك أن الدعم الذي يمكن أن يوقف هذه الحرب هو الشعب السوداني، مكونات الشعب السوداني. ومعنى ذلك أنا كما أشرت أن المسار السياسي الذي ورد في مبادرة دول الجوار، لنتحدث عن 3 مسارات، إذا تم تفعيل المبادرة في الإطار السياسي بمعنى عقد اجتماعات للشعب لممثل الشعب السوداني بكافة طوائفه وهيئاته، وهناك توافق بينه مسبقا، وحتى من جانب الدعم السريع ومن جانب القوات المسلحة، على أن كلاهما ليس سينأيان عن أي دور في الشأن السياسي، وأن الدعم السريع سيتم دمجه أو حله. معنى ذلك أن أي نتيجة أي حرب ما بين الطرفين لن يكسب أي منهما أي نفوذ أو سلطة سياسية في نهاية هذه الحرب. معنى ذلك أن الحرب نفسها هي معادلة صفرية، لن يكسب فيها أي طرف من الأطراف. إذا تم العملية السياسية في هذا الإطار وبدعم من المجتمع الدولي، وخاصة من جانب الدول التي تدعم الدعم السريع وهي معروفة، يعني هذا الأمر يجب أن يكون أيضا واضحا، ويجب على هذه الدول أن تمتنع عن توفير هذا الدعم حتى يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأنا أعتقد أن دول الجوار تستطيع من خلال ضغوطها على الدول التي تسعى وتواصل دعمها للدعم السريع أن تتوقف عن هذا الدعم، وأن تشارك مع السعودية بصفة خاصة والتي اطلعت بدور إيجابي وبناء في مواصلة جهودها لوقف الحرب، ثم أيضا جهودها فيما يتعلق بالمسار الإنساني وهو كان واضحا، وفي المسار السياسي أيضا. طيب، أريد أن أناقش معك هذه الأخبار العاجلة عن وكالة تاس، أن السفارة السودانية في موسكو تقول بأن البرهان قد يترأس وفد السودان بالقمة الروسية الإفريقية. هل تعتقد فعلا بأن البرهان يغادر السودان ويترأس هذه القمة؟ في تقديري طبعا هذا الإعلان سبق وأن تم الإشارة إليه مسبقا، لكن في تقديري أيضا أن تطورات الأوضاع في السودان قد تتيح مثل هذه الفرصة وقد لا تتاحها على ضوء سير المعارك وتطورات الأوضاع. ربما إذا كان تم التوصل إلى توافق حول وقف إطلاق النار والتهدئة، وربما أيضا بدأت المسارات الأخرى في تفعيلها، قد يكون هناك مثل هذه الفرصة. لكن إذا ذهب فعلا إلى روسيا، يعني هل تعتقد بأنه يذهب إلى روسيا في الوقت الذي لم يذهب فيه إلى القاهرة في قمة دول الجوار؟ قمة دول الجوار لم تدعو طرفي الصراع، وإنما كان هناك معلوما أن نائب رئيس المجلس السيادي كان متواجدا ولكنه لم يشارك في الاجتماعات، كان متابعا لها. طيب، شكرا جزيلا لك دكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا من القاهرة. شهدت أحياء مدينة أم درمان القديمة في السودان قصفا مدفعيا وتبادلا عنيفا لإطلاق النار بين قوات الجيش والدعم السريع منذ ساعات الفجر، كما قصفت الطائرات مواقع للدعم قرب جسر الحلفاية الذي يربط أم درمان وبحري. هذا وشهدت أحياء بحري عمليات تبادل كثيف لإطلاق النار استخدمت فيه المدفعية وفق سكان. أعلنت قوات الدعم السريع السودانية عن خسائر عديدة في صفوف الجيش السوداني خلال الاشتباكات التي دارت في مدينة بحري بمحاذاة العاصمة الخرطوم من الشمال. أعلنت قوات الدعم السريع عن صد أكبر هجوم للجيش السوداني في المناطق الشرقية من مدينة بحري وتحييد مئات الأشخاص وأسر العشرات، بالإضافة للاستيلاء على عشرات المركبات المدرعة وغيرها من المعدات العسكرية في المعارك، في حين نفى الجيش هذه المعلومات واصفا هذه البيانات بأنها خاطئة، مشيرا لنجاح العملية العسكرية التي قادها في منطقة الاشتباكات. الجمعة 14 يوليو، مسيرة دعم القوات المسلحة كسلة. الله أكبر، يسقط العملاء نحر التمرد. جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد.
من أمدرمان معنا الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. شهدي أهلا بك معنا. إذن لو تضعنا في صورة التطورات الميدانية ولنبدأ من أمدرمان حيث أنت الآن. نعم ضحى، تبدأ الحرب شهرها الرابع باشتباكات فجر هذا اليوم تركزت في جنوب مدينة أم درمان وبعض المناطق شرق المدينة. كذلك اشتباكات جنوب أم درمان كانت بشكل متقطع، بدأت بشكل متقطع ولكنها تواصلت لساعات طويلة في عدة مناطق جنوب وقرب مدينة أم درمان، قبالة منطقة أم درمان العسكرية ومنطقة سلاح المهندسين. كذلك امتدت هذه الاشتباكات إلى قرب منطقة السوق الشعبي في مدينة أم درمان الذي تتصاعد منه أعمدة الدخان في هذه الأثناء. كذلك مدينة الخرطوم وتحديدا جنوبها شهد اشتباكات، واصل الجيش عمليات تمشيطه وانفتاحه في بعض المناطق، كما أيضا شهدت منطقة شرق الخرطوم قصفا مدفعيا استهدف تمركزات وتجمعات لقوات الدعم السريع، وأيضا شهدت مدينة بحري ذات الأمر. اليوم حتى هذه اللحظة ضحى لا يشبه الأوضاع التي كان عليها يوم أمس التي شهدت معارك ضارية إلى حد كبير استخدمت فيها مختلف أشكال الأسلحة. اليوم نعم حضر الطيران في مدينة منطقة أم درمان القديمة وكذلك شمال مدينة أم درمان، ولكن كان ذلك طيران استطلاع في وقت حضر فيه الطيران المقاتل جنوب المدينة وفي مدينة الخرطوم أيضا في بعض المناطق في بحري وكذلك في شرق النيل. ضحى والحرب تكمل شهرها الثالث وتبدأ شهرها الرابع. أصدر مكتب تنسيق شؤون الأمم المتحدة أوتشا تقريرا قبل قليل قال فيه بأن السودان يعد أخطر الأماكن في العالم، وصف السودان بأنه أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإغاثي. شدد كذلك البيان الصادر على ضرورة تضامن وتكافل وتكامل الجهود من أجل منع انزلاق السودان إلى حرب أهلية شاملة تؤدي إلى عواقب وخيمة ليست على السودانيين وحدهم وإنما ستمتد أضرارها وآثارها إلى كل المنطقة. نعم، هذا التقرير فعلا الصادر والذي يتحدث عن سيناريوهات قاتمة وعن وضع إنساني قاتم أيضا، لكن أيضا فيما يتعلق بهذه النقطة التي أشار إليها التقرير وأشرت أنت إليها، كيف يتم العمل من قبل المنظمات الإغاثية؟ كيف هو وضع المستشفيات الذي قال التقرير بأن أكثر من 80% من هذه المستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة والمتبقي ليس لديه المواد الطبية اللازمة لحتى الجراحات البسيطة للغاية؟ نعم هو تقرير صحيح وجاء متماشيا مع التقرير الصادر عن وزارة الصحة قبل أيام قليلة، والذي أوضح أو أجمع عدد المستشفيات العاملة في كل العاصمة الخرطوم بحوالي 21 مستشفى، 4 منها في مدينة الخرطوم، 7 في مدينة بحري، إضافة إلى 10 هنا في مدينة أم درمان. مدينة الخرطوم التي تتركز بها غالبية المراكز الطبية الحيوية والمستشفيات التخصصية، كل ذلك خرج عن الخدمة نتاج الاحتلال أو التعرض للقصف أو تحول تلك المناطق إلى مناطق عمليات واشتباكات. هذا الأمر ضغط وخلق أعباء إضافية على مستشفيات طرفية هي ليست مجهزة بما يكفي لتستقبل هذا الكم الهائل من المرضى والمصابين. نحن نتحدث عن آلاف المرضى باتوا يرتادون مستشفيات طرفية هي غير مجهزة، فضلا عن ما تسببت في هذه الحرب والشظايا والقذائف وكذلك الرصاص المتطاير الذي يصيب كثير جدا من الناس. هذا الأمر خروج بنك الدم المركزي عن الخدمة خلق أعباء إضافية، هذه المستشفيات ليس في مقدورها أن تباشر الكم الهائل من المصابين. كذلك خرجت مستشفيات تخصصية لبعض الأمراض الدقيقة والأمراض المتخصصة أيضا، هذا الأمر أيضا خلق أعباء إضافية. المنظمات العاملة في المجال الإنساني تواجه صعوبات في إيصال هذه المساعدات والمستلزمات والعقاقير الطبية للمستشفيات التي تعمل، هي صحيح. تصل إلى بعض إلى بعض المستشفيات، ولكن ما يصل هو لا يفي بالحاجة ولا نعم. سنبقى في متابعة معك لهذه التفاصيل والتطورات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. أعلنت منظمات سودانية معنية بحقوق الإنسان أن لديها
أدلة على أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 5000 شخص في الخرطوم تحت ظروف غير إنسانية. وأضافت أن بين المعتقلين 3500 مدني بينهم نساء، إضافة إلى رعايا أجانب. قالت المنظمات إنها ستقدم إلى الأمم المتحدة وثائق عن حالات وفاة بسبب التعذيب، فضلا عن ظروف احتجاز غير إنسانية. في حين ردت قوات الدعم السريع أن التقارير غير صحيحة، وأنها لا تحتجز سوى أسرى حرب، وأنهم يلقون معاملة حسنة. قالت لرويترز إن المنظمات تغض الطرف عن انتهاكات الجيش لحقوق المدنيين من قصف بالطيران والمدفعية الثقيلة والاعتقالات. من القاهرة انضم إلينا عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أترك لك الكلمة في البداية أن تطلعنا على الوضع الإنساني في ظل هذا الصراع في السودان، والذي دخل بالفعل شهره الرابع. للأسف الشديد، بعد 3 أشهر من هذا القتال نتج عنه تداعيات إنسانية محزنة ومقلقة للغاية. نتحدث اليوم عن آلاف الضحايا، نتحدث عن أكثر من 3 مليون فروا من مناطق القتال بحثاً عن الأمان، بحثاً عن الأمان لهم ولأولادهم، سواء داخل السودان أو الدول المجاورة. نتحدث عن انهيار، كما ذكر مراسل من السودان، عن انهيار في المنظومة الصحية التي هي في الأساس خدماتها هي منقذة للحياة، وخاصة في مثل هذه الظروف. نتحدث عن تداعيات إنسانية أفرزتها فترة بسيطة وهي 3 أشهر، فما بالك إذا امتد هذا النزاع لفترة أطول، ستكون نتائج كارثية فيما تعنيه الكلمة من معنى. كيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كيف يعني تعملون أنتم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل هذه الأوضاع الصعبة للغاية، وما هي أهم القطاعات التي تتعاطون معها وكيف؟ طبعا مثل هذه الظروف الصعبة تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمل ما يمكن تقديمه، وخاصة في الأنشطة المنقذة للحياة. فمنذ بداية هذا الصراع عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تزويد بعض المستشفيات المواد الجراحية كونها أساس لعملية إنقاذ الحياة، وكذلك المواد الدوائية، إلى جانب تواصل مع الأطراف المخالطة في هذا الصراع لتسهيل عملها على الأرض والوصول إلى المناطق التي بحاجة لمساعدتها. نعم، أيضا في بالنسبة للمستشفيات، في ظل تقارير تتحدث عن أن يعني بالفعل 80% من المستشفيات خرجت تماما عن الخدمة، كيف يتم إيصال أي مساعدات طبية للمحتاجين إليها، خاصة في ظل إصابات صعبة تحتاج إلى عمليات جراحية معقدة؟ للأسف الشديد، مع تدهور سواء الوضع الاقتتال أو كذلك الوضع الأمني، من الصعب الوصول إلى جميع المناطق، ولكن حاولنا ومنذ بداية هذا الصراع من خلال تواصلنا مع الأطراف وكذلك مع السلطة الصحية وكذلك من خلال زملائنا في الهلال الأحمر السوداني توصيل بعض تلك المواد، وخاصة المستشفيات الرئيسية في المناطق التي تشهد الصراع سواء في دارفور أو في الخرطوم للتخفيف من هذا الجانب. ولكن نتمنى ونأمل، وهذه دعواتنا من ليست من اليوم ولكن من بداية هذا الصراع، أن يتم تسهيل عمل المنظمات الإغاثية في تقديم العون، وكذلك تحييد أو عدم استهداف المنشآت المدنية. وكذلك هل ما زال حتى الآن يتم استهداف المنظمات الإغاثية؟ أنا أتكلم الآن عن وصول المنظمات الإغاثية. نحن نأمل أن يكون هناك تسهيل أكثر وتفاهم من جميع الأطراف للعمل الإنساني التي تقوم به المنظمات الإغاثية أو الإنسانية، كون ذلك سيعمل على تخفيف، لا نقول إنهاء، ولكن تخفيف هذه المعاناة. هل نجحتم بالفعل في أي وقت ما في إدخال مساعدات أو يعني الوصول إلى طرق آمنة لإدخال هذه المساعدات، وفي أي المناطق؟
طبعا من استطعنا ان نوصل مواد جراحيه ودوائيه الى اكثر من 10 مستشفيات في الخرطوم، واعتقد حوالي 4 مستشفيات في دارفور. طبعا مهما كان الجهد الانساني او ما نكون نقدمه في مثل هذه الظروف والاحتياجات الهائله يعتبر نقطه في البحث. نامل ان يكون هناك تسهيل اكثر لدخول المواد الإغاثية وكذلك العمل الإنساني. ما هي المواد الإغاثية التي تعتقدون بأن المدنيين هم أكثر يعني يحتاجون إليها بشكل مهم وعاجل؟ من حديثنا مع من خلال زملائي الموجودين على الأرض، الناس تبحث عن الأمان، ولكن كاحتياجات أساسية أفرز هذا الصراع الأساس هو الصحة والمياه والغذاء. كما تعرفين مثل هذه التداعيات ومثل هذا القتال أثر كبيرا على الجانب الاقتصادي، فيما لم يستطع الكثير من الحصول على المواد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعارها. طبعا هذا القتال أثر على جميع جوانب الحياة سواء الخدمي أو كذلك المعيشي لملايين السودانيين. تمشيا مع هذه النقطة التي تشير إليها ارتفاع الأسعار، هل لديكم من الأموال ما يكفي لإدخال هذه المساعدة، شراء هذه المساعدات وإدخالها إلى السودان؟ طبعا نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر نحاول من خلال تحشيد الدعم للاستجابة الإنسانية في السودان، نحاول قدر المستطاع تلبية بعض الاحتياجات وإيصالها. نأمل أن يكون هناك تحشيد دولي أكثر لهذه الأزمة الإنسانية، وأن يكون هناك خاصة مع غياب الحل السياسي أن يكون هناك على الأقل وقوف إنساني إلى جانب الشعب السوداني وتقديم ما يمكن تقديمه للتخفيف من المعاناة سواء في المجال الإغاثي أو كذلك الخدمات. كما قلت لك الوضع الصحي بشكل عام هو أخذ نصيب الأسد من التأثير من هذه القطاع. صحيح، لأنه أصلا القطاع الصحي كان متهالك حتى قبل بدء الصراع، ومع وجود الصراع أصبح الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الصعبة والمزمنة. هناك من كنا ناقشنا أكثر من مرة مشاكل من يعانون من أمراض الكلى وكيف يتم التعامل معهم، وأيضا أمراض مثل السرطان. سريعا جدا إذا سمحت. طبعا هذا سيؤثر على التأثير على الجانب الصحي، سيؤثر بشكل كبير سواء للاستجابة لعدد الجرحى أو للجرحى وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة. فمثل هذه الصراعات تؤثر بشكل كبير على جميع جوانب القطاع الصحي. شكرا جزيلا لك عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها
تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث من جديد. اعتبرت الأمم المتحدة في بيان لها شروط دمشق لنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود غير مقبولة، وأثرت الأمم المتحدة المخاوف من رسالة تلقتها من سوريا تسمح لها باستئناف استخدام معبر حدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اعترض على ما وصفه بشرطين غير مقبولين وردا في رسالة دمشق التي تحدد موافقتها على عملية الأمم المتحدة، خاصة وأن الحكومة السورية اشترطت عدم التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية، وقيام اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر السوريين بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة غير متفق مع استقلاليتها وغير عملي، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري غير موجودين في تلك المنطقة. إذن بعدما فشل مجلس الأمن من تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى التركي بسبب الفيتو الروسي، تشير الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن إلى أن طلب دمشق المتمثل بتسليم المساعدات بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية يستوجب الدرس والتوضيح. ركزت الوثيقة الأممية أن رسالة السلطات السورية التي سمحت فيها باستخدام هذا المعبر لمدة 6 أشهر تضم شرطين غير مقبولين، عبر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث مع المنظمات والجماعات المصنفة إرهابية في شمال غرب سوريا. وهنا شكى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من عدم الوضوح حول ما يعتبر منظمة إرهابية. أما فيما يتعلق بشرط الإشراف، شددت الأمم المتحدة على أن هذا الطلب لا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليا لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليس موجودين في شمال غرب سوريا. هذا بالإضافة إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل بوجود ما يسمى بهيئة تحرير الشام الموجودة في الشمال السوري والمصنفة إرهابيا، التي رفضت التعاون مع الهلال الأحمر السوري عقب زلزال فبراير الماضي. إلا أن الأمم المتحدة ورغم اعتراضها اعتبرت ضرورة استمرار الأمم المتحدة وشركائها في التواصل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق. وفي الأثناء ينتظر قرابة 4,500,000 شخص معرفة مصير مستقبل تلك المساعدات. يبقى أن دمشق التي طالما رأت في قضية مساعدات عبر معبر باب الهوى انتهاكا لسيادتها هي من وافق اليوم، ولكن بشروطها، الأمر الذي رأى فيه البعض منح أداة لدمشق بغية ممارسة ضغوط على منطقة معارضة تسيطر عليها جماعات مسلحة. من بيروت ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن نحن أمام عراقيل جديدة ربما كما يراها مراقبون وضعها النظام السوري أمام إدخال هذه المساعدات. الحكومة السورية وافقت على إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، ولكن بشروط. من هذه الشروط أن يشرف على عملية توزيع المساعدات وإدخالها الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وأيضا شروط أخرى لا توافق عليها الأطراف الدولية ومنها الأمم المتحدة. برأيك ما مصير هذه المساعدات؟ هل ستدخل لأكثر من 4,000,000 يحتاجون إليها؟ أم ما الذي نتوقعه؟ أحييك وأحيي فريق العمل والمشاهدات والمشاهدين. يتكرر هذا الأمر منذ 2014، منذ اتخاذ قرار بإيصال مساعدات إلى سوريا أممية، وفي البداية كانت عبر معابر متعددة، بعضها من العراق أو من الأردن أو من تركيا، ولكن
بعد المصالحة وما جرى في الجنوب السوري في 2018 انتهت تلك العمليات، وبقي معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا هو المنفذ الوحيد. وكل مرة كان هناك مساومات، المساومة الكبرى حصلت في العام 2021 بعد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وحينها تم تسهيل الأمر. لاحظنا أن رسالة الحكومة السورية إلى منظمة الأمم المتحدة أتت بعد فيتو روسي، ونعلم جيدا أن روسيا منذ بدء النزاع في سوريا مارست مع الصين ربما أكبر عدد من ممارسات حق النقض الفيتو في تاريخ المشاركة الروسية في مجلس الأمن الدولي. وهنا الحكومة السورية تريد أن تنتهز فرصة ما بعد الزلزال وفرصة الإعفاءات لكي تحاول عبر هذه الشروط التي وضعتها انتزاع المزيد من السيادة حسب وجهة نظرها. بالنسبة للأمم المتحدة المسألة هنا ليست سياسية، ليست هي صاحبة القرار السياسي في التطبيع مع النظام أو عدم التطبيع، صاحبة القرار هي الدول المعنية بالمقام الأول. ولذلك اعتبرت المنظمة الأمم المتحدة أن شرط فرض الهلال الأحمر السوري كما شرط عدم التحدث مع كيانات أخرى تصنفها دمشق إرهابية اعتبرتها غير ملائمة، وقالت بأنها لا يمكنها القبول بهذه الشروط. نحن إذن أمام مأزق، لكنني أميل للاعتقاد بأن ذلك خاضع للتفاوض، لأن عدم إيصال مساعدات لأربع ملايين شخص جلهم أيضا من النازحين يزيد من هذه المحنة السورية المستمرة منذ عدة سنوات. لكن حينما تقول دكتور خطر أبو دياب، حينما تقول الأمم المتحدة بأنه هذين الشرطين غير يعني مقبولين بالنسبة للأمم المتحدة، هل يعني ذلك عدم موافقة الأمم المتحدة عليهما ومن ثم عدم إدخال المساعدات، أم أنه في مرحلة ما يمكن الوصول إلى حل وسط كما قلت تفاوض، لكن تفاوض حول ماذا وما هو هذا الحل الوسط الذي يمكن أن تقبل به الحكومة السورية وأيضا تقبل به الأمم المتحدة؟ في الماضي الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا انتزعت مثلا ما يسمى برنامج التعافي المبكر، وحاولت من خلال مساعدات الأمم المتحدة إدخال مساعدات لمناطق النظام، ليس فقط إذن لشمال غرب سوريا بل أيضا لمناطق فيها تنظيم قسد قوات سوريا الديمقراطية ومناطق يسيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية، وكل هذا بهدف الاستفادة أيضا. إذن يمكن أن تطالب الحكومة السورية بنوع من آلية أخرى لتقديم المساعدات. سيكون الأمر موضع تفاوض، لكن هذا دليل إضافي على أن المسألة الإنسانية في سوريا لا تحترم من قبل الكثير من الأطراف، ومنها مع الأسف الحكومة السورية بالذات. هل تعتقد بأن المتغيرات التي حصلت مؤخرا مثل محاولة سوريا العودة إلى الجامعة العربية، إدخال المساعدات حتى للمناطق السورية كافة بعد الزلزال، الاقتراب قليلا من المجتمع الدولي بعد الزلزال، هل يغير من المعطيات على الأرض وربما يسمح في هذه المرة أن يتم إدخال المساعدات رغم العراقيل التي وضعتها الحكومة السورية؟ يعني منذ ما بعد الزلزال هناك يمكننا والتقارب أيضا مع تركيا. نعم، يعني كان هناك هبة باردة هبة ساخنة، وحاولت الحكومة السورية الاستفادة مليا مما يمكن أن نسميه دبلوماسية الزلزال، وذلك سرع التطبيع العربي. هذا التطبيع العربي القرار فيه مأخوذ تقريبا منذ 2018، لكن كان دوما يخضع لفيتو أمريكي. حصل مع قرار المملكة العربية السعودية باستضافة القمة العربية واستضافة الرئيس السوري، حصل تسريع كبير لعملية التطبيع، لكن بقي الغرب موقفه واضح بلاءات لإعادة الأعمار ولاءات للتطبيع. وكان هناك دوما مسألة إعادة اللاجئين ومسألة أيضا مصير المفقودين والأسرى إلى ما هنالك، وتطبيق القرار الدولي 2245 المتعلق بالحل السياسي في سوريا. أيضا التقارب مع تركيا انتكس، لأن النظام اشترط
دوما انسحاب تركي من سوريا، وتركيا قالت أن ذلك يجب أن يندرج في انسحاب كل القوات الأجنبية. المشكلة أن النظام يعتبر أن القوات الروسية والقوات الإيرانية هي قوات شرعية في سوريا. وأيضا هناك احتلال إسرائيلي في الجولان ونفوذ إسرائيلي في مناطق معينة من سوريا. كل هذا يعقد الموضوع وجعل مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية مسألة تفصيلية نظرا للتعقيدات الكبرى في المسألة السورية بشكل عام. شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، كنت معنا من بيروت. كل الشكر. واستوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل. سفينة تبحر من جيبوتي إلى الساحل اليمني لسحب مليون برميل من خزان النفط صافر. قائمة الممنوعات التي تكاد لا تنتهي ضد النساء في أفغانستان، أحلام دمرت على أبواب الإمارة. المرأة تمنع من حقها في التعليم والعمل. حقوق دسترسي بالتعليمات، حق دسترسي بالتعليم والتربية، حق دسترسي بالكار. هل تريد طالبان أن تعود إلى ماضيها القمعي؟ وكيف تغيرت حياة النساء في أفغانستان منذ عودة طالبان؟ الحياة السرية للنساء في أفغانستان مهمة خاصة. الليلة 9:30 على شاشة العربية. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهاجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن إن سفينة أبحرت من جيبوتي في طريقها إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر لسحب مليون برميل من النفط من خزان النفط صافر. أوضح في تغريدة على تويتر أن عملية نقل النفط من الخزان المتهالك صافر إلى السفينة التي تسمى نوتيكا سوف تبدأ الأسبوع المقبل.
من الرياض ينضم إلينا مدير الإعلام بمحافظة الحديدة علي أحمد الأهدل. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. هل أخيرا مشكلة صافر في طريقها إلى الحل؟ في البداية تحية طيبة لك لكل متابعي قناة الحدث. لا نستطيع أن نجزم بأنه الحل الحقيقي، وإنما هو حل مبدئي حقيقة. ندرك جيدا بأن الانتقال النفط 1,140,000 برميل من صافر إلى نوتيكا ليس إلا حل مؤقت، لربما إذا لم تحل المشكلة ونصل إلى اتفاق مع هذه الميليشيات الحوثية التي نقضت آلاف العهود والاتفاقات سنصل إلى ذات الدائرة في حال استمرت سنة إلى سنتين. الحل الحقيقي هو سحب الصافر وأيضا سحب نوتيكا بعد أن تصبح محملة بالبراميل وبيع ما عليها من نفط. أما أن يتم نقل النفط من صافر إلى نوتيكا وبقاء نوتيكا في ذات المكان هو تأجيل وترحيل القنبلة الموقوتة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات. لو تعطينا تفاصيل حول هذه العملية، يعني هل من المفترض أن هذه السفينة التي ستذهب إلى من جيبوتي إلى صافر لتأخذ منها كل هذه الأعداد من براميل البترول وتوضع عليها ستبقى في مكانها؟ طبعا هي عملية النقل ستتم من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بحسب المتحدث أو المسؤول الأممي بأنه خلاص انتهينا من مرحلة تأكد من سلامة صافر وأيضا تجهيزها واستعدادها لنقل النفط إليها وأيضا تدريب فرق سواء في المناطق التابعة للحكومة في محافظة الحديدة والواقعة جنوب المحافظة أو حتى في المناطق التي ما زالت خاضعة على سيطرة الميليشيات الحوثية. الخطوة التالية هي وصول السفينة نوتيكا وهي أبحرت اليوم الساعة 9:45 صباحا السبت، لربما ستصل غدا إلى قبالة سواحل رأس عيسى الأحد. ستستغرق عملية النقل 15 يوم. خلال 15 اليوم سنكون قد انتهينا من المرحلة الثالثة. سيتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة من عمليات من هذه العملية. المرحلة الثالثة طبعا هو تنظيف السفينة صافر وأيضا تنقيتها من كل الشوائب المتعلقة بما تبقى من بقايا للنفط وأيضا الزيوت المتواجد على صافر، ومن ثم أيضا سحبها إلى مناطق أو إلى موانئ أخرى داخل المنطقة، إما في جيبوتي أو جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة. لكن إلى هذه اللحظة لا يوجد حديث صريح ومباشر ولا يوجد اتفاق حقيقي بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة وكذلك الميليشيات الحوثية فيما يتعلق بمصير 1,140,000 التي ستصبح على السفينة نوتيكا. الحقيقة أمر ليس حل حقيقي، ليس حل جذري للمشكلة القائمة التي هي ترحيل. طبعا ماذا عن السفينة نفسها؟ ماذا عن سفينة صافر نفسها؟ هل سيتم إصلاحها؟ من يعني الفريق الذي سيعمل على عملية النقل، وإذا كان أيضا سيعمل على عملية إصلاح السفينة صافر؟ الأمم المتحدة هي المعنية بشكل مباشر في هذا الجانب، والتصريح الذي صدر من ديفيد غريسلي بأنه سيتم سحب هذه السفينة اللي هي سفينة صافر إلى أحد الموانئ في المنطقة، ولذلك ستصبح لربما تباع كخردة ليس أكثر من ذلك لأنها أصبحت خارج الخدمة تماما. ولذلك كل ما يمكن أن يتم هو سحبها من قبالة سواحل رأس عيسى إلى إحدى الموانئ في المنطقة ومن ثم بيعها كخردة. ندرك جيدا بأن المبالغ التي ستباع لربما ستصل إلى ما يقارب 20 إلى 25 مليون دولار، وإلى هذه اللحظة لا ندرك أين ستذهب هذه الملايين من الدولارات وما هو مصيرها وكيف سيمكن العمل عليها. كل ما هو يدور في الوقت الراهن هو
كيف يمكن انتقال أو نقل بالأصح 1,140,000 من هذه السفينة صافر إلى السفينة الأخرى نوتيكا التي أبحرت كما تحدث صباح اليوم من جيبوتي إلى سواحل اليمنية. نعم. ما يتم في الوقت الراهن فيما يتعلق بالسبل السلامة في حال قدر الله أي تسرب نفطي، لأنه ندرك جيدا مدى مخاطر هذا التسرب النفطي. شكرا. تحدثت سنبقى في متابعة لهذه النقطة، ولكن للأسف الوقت انتهى. أشكرك شكرا جزيلا مدير الإعلام بمحافظة الحديدة علي حميد الأهدل، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أعود وألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء. تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لن تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد نتفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر، هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1,700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة أم رسالة تهديد؟ أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذه كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثاً. يبدأ الليبيون من جديد ملفاً ليبياً ليتفاوضوا عليه هنا في ضواحي العاصمة المغربية الرباط. الحكومة غير موجودة ولا تعمل في شيء منذ نيلها ثقة من مجلس النواب. هل تم التنسيق في هذه الخطوة على وجه التحديد بإيقاف فتح باشاغة عن العمل؟ الإشكاليات التي نعاني منها كلها هو عدم وجود دستور للبلاد. هل الوقت مناسب لتشكيل الحكومات الوحدة المكلفة بقيادة مرحلة ما قبل الانتخابات؟ أعتقد أن لا يوجد ما يمنع من تشكيل حكومة والإجراء في العملية الانتخابية. لا شك أن الأهداف المرجوة في إعادة بناء الدولة إدارياً واقتصادياً هو الخلاف يتعلق بحفتر وبسيف الإسلام. مسألة أنه الانتخابات تتأجل، ستتأجل إلى متى؟ سيستمر هذا الحال على ما هو عليه طالما أن هناك قوة هنا وهناك. هل ممكن مجلس الدولة يتنازل عما تمسك به سابقا؟ الآن الأمور تسير وفق نظرية الأمر الواقع. في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. اليوم
الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام التونسي للشغل، هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرقوا أنفسهم، الحوار مفقود بين السلطة وبقية المجتمع. هل نحن أمام بوعزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة. نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج. هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتزعمها حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم. عدد من الصحفيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. البدائل التي ذكرها الرئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن، وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس. حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ حرب السودان تدخل شهرها الرابع باشتباكات متجددة ووضع إنساني متدهور وسيناريوهات قاتمة. مسؤول عسكري أمريكي يعلن أن طائرات استطلاع روسية حلقت فوق قاعدة أمريكية في سوريا. الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا. سفينة تبحر من جيبوتي إلى الساحل اليمني لسحب مليون برميل من خزان النفط صافر. بايدن يستقبل الرئيس الإسرائيلي الثلاثاء لبحث التعاون الثنائي والبرنامج النووي وعلاقات روسيا العسكرية مع إيران. حاكم إقليم بلخ الأسبق يروي للحدث قصة هروبه من أفغانستان ويتحدث عن دور بناء لولي العهد السعودي في محاربة الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث من جديد. حلقت طائرة استطلاع روسية صباح أمس الجمعة فوق قاعدة أمريكية في سوريا لفترة طويلة من دون أن يتم اعتراضها. نقل شبكة CNN عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير أن الطائرة الروسية من طراز أنتونوف N-30 حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها. المسؤول وإذ قال إن القوات الأمريكية لم تتمكن من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية، ذكر أن الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلق الأمريكيين البالغ. في سياق متصل، تدرس الولايات المتحدة خيارات لمواجهة ما تسميه واشنطن بالنشاط المتزايد للقوات الجوية الروسية في المجال الجوي السوري. أشار المتحدث باسم البنتاغون لأسوشيتد بريس إلى أن النشاط المتزايد للقوات الجوية الروسية منذ مارس من العام الحالي ناتج عن زيادة التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران والحكومة السورية لمحاولة إجبار الولايات المتحدة على مغادرة سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن الأراضي وستواصل الرحلات الجوية في الجزء الغربي من سوريا لمكافحة داعش. كان مسؤول عسكري روسي قال إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت 5 مرات في يوم واحد الأجواء السورية في منطقة التنف. ونقلت وكالة تاس عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله إن طائرات F-16 ويورو فايتر تايفون خرقت المجال الجوي السوري في مسار تمر عبره خطوط جوية دولية، وحذر من أن مثل هذه الممارسات قد تتسبب في وقوع حوادث جوية مع طائرات مدنية. تحدث المسؤول الروسي عن رصد 14 انتهاكا بروتوكولات تجنب الصدام من جانب الطائرات المسيرة التابعة للتحالف في سوريا خلال 24 ساعة الماضية.
ثمة تنسيق متزايد بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأمريكية على التخلي عن نقاط تمركزها في الشمال السوري. هذا ما كشفه مسؤول عسكري أمريكي أكد مواصلة الطيران في الجزء الغربي من سوريا لمحاربة تنظيم داعش، مشددا على أن واشنطن تدرس عدة خيارات عسكرية لمواجهة ما سماه العدوان الروسي المتزايد في أجواء سوريا. في جديد ما سمي أمريكيا العدوان الروسي، حلقت طائرة استطلاع روسية صباح أمس الجمعة فوق قاعدة أمريكية في سوريا لفترة طويلة من دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها. في هذا الإطار نقلت وكالة الأسوشيت بريس عن المتحدث باسم البنتاغون إن تصرفات الطيران الروسي خلال نهاية الأسبوع صعبت استهداف زعيم داعش في سوريا. فالولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الطيارين الروس قد يسقطون مسيرات ريبر الأمريكية. أضاف المتحدث معتبرا أن موسكو تعتقد أن هكذا أعمال لا تهدد برد عسكري أمريكي كبير. في مقابل الكلام الأمريكي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات أمريكية انتهكت 5 مرات أجواء منطقة تدريبات سورية روسية مشتركة، مسجلة أيضا 12 انتهاكا مماثلا من قبل مسيرات التحالف الدولي في المجال أيضا في تلك المنطقة. كانت تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية والسورية الأسبوع الأول من الشهر الحالي في شمال وشرق سوريا، واستمرت 6 أيام، أثارت الكثير من الأسئلة حول ما إذا كانت تأتي تحسبا لمواجهة مقبلة مع القوات الأمريكية شرق سوريا. يبقى أن الاحتكاكات الجوية بين روسيا وأمريكا في سماء سوريا سبقتها مناوشات سابقة على خلفية النزاع في أوكرانيا، و سبب الأمر توترا بين واشنطن وموسكو. من موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الروسي فيسلاف ماتازوف، وأيضا من بيروت ينضم إلينا الدكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية. أهلا بكما على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذا أبدأ معك من روسيا سيد فيسلاف ماتازوف، و ما أسباب هذا التوتر المتصاعد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الأجواء السورية في الآونة الأخيرة؟ لابد من زيادة التوتر في علاقات بين روسيا وأمريكا في كل الأماكن، بما في سوريا، لأن هناك خط الالتماس قوات مسلحة أمريكية وروسية تلتقي مباشرة. وطبعا كل الاتفاقات، كل التنسيق العام العسكري في هذه المنطقة كان وارد بداية من اتفاق معركة مشتركة ضد داعش. ولكن اليوم عندما تتطور أحداث في أوكرانيا وموقف أمريكي متشدد أصبح أكثر بكثير من تلك الموقف الذي كان منذ 10 سنوات، لذلك برأيي أنا هذا مشكلة أصبحت متزايدة خطورة في اشتباك. لماذا؟ لأنه أهداف الأمريكية في سوريا غير واضحة، غير مسجلة شرعيا، لأنه لكن التواجد الأمريكي في سوريا ليس بالجديد تماما كالتواجد الروسي في سوريا. ما الجديد الآن؟ لا، هذا فرق كبير. وجود الروسي في سوريا هو شرعي، وجود الأمريكي في سوريا غير شرعي. هذا وجهة نظر الروسية، لأن أعطوا إلى سوريا دي مكافأة داعش، وفي نهاية المطاف كما قال دونالد ترامب، داعش صنع اليد إدارة الأمريكية باراك أوباما وبيل كلينتون. ولذلك كل هذا يتطلب الاهتمام وترجع إلى نوعية علاقات بين روسيا والولايات المتحدة. نعم. توتر تتزايد بلا أي شك.
وهذا نقطة الالتقاء القوات المسلحة الأمريكية والروسية خطيرة جدا. دعني أذهب إلى ضيفي أيضا من بيروت بول مرقص. دكتور بول مرقص، يعني هذا التواجد الأمريكي في سوريا ليس جديد، والتواجد الروسي أيضا، لكن لماذا التوتر يزداد في الأونة الأخيرة؟ ما السبب من وجهة النظر الأمريكية برأيك؟ أعتقد أن هذا التوتر هو طبيعي، لو لم يكن هنالك توترا لكان ذلك أمرا غير طبيعيا، لأن ثمة يعني اليوم تنشن، ضغط أو يعني تأزم في العلاقات الأمريكية الروسية والروسية الغربية عموما، نتيجة الحرب في أوكرانيا ونتيجة عدم وجود أفق يلوح يعني الحل الاستراتيجي في هذه المنطقة المتوترة من النزاع. فبالتالي من الطبيعي أن ينسحب هذا التوتر على بقية البقع الجغرافية الساخنة في العالم، ومنها للأسف الشديد في مناطق معينة في سوريا. لكن أعتقد أن الأمر لن يصل بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تعتبره من استفزاز روسي، لن يصل بها إلى احتكاك مباشر، بل ربما على العكس ستحاول تفادي هذا الاحتكاك. نعم. لأنها في المعركة الكبرى اليوم القائمة والتي عنوانها الروس والأوكران، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف ما وراء الإشارة حتى لا تصاب ب يعني ضرر مباشر أو باستهداف مباشر. خصوصا دعيني أيضا أن أخلص لأقول أن ثمة اليوم حسابات انتخابية رئاسية أمريكية قريبة وتقرب إلى الاستحقاق والأجل الانتخابي، ولا يريد أي من الحزبين لا سيما منها الإدارة الأمريكية أن تخفق وأن يعني يكون لديها نقاط سلبية في السياسة الخارجية وخصوصا في السياسة الدفاعية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا يسجل ذلك في مرماه الانتخابي. طيب سيد فيسلاف، يعني بنفس النقطة التي أشار إليها ضيفي وهذا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، وإلى أي مدى يمكن أن يذهب التصعيد فيه من قبل الطرفين؟ أنا لا أعتبر أن لدي روسيا أي نوايا لزيادة التوتر في سوريا بين أمريكا وروسيا. لماذا؟ لأن نحن نصطدم مع أمريكا. أنا مش موافق على وجهة النظر على أن في أوكرانيا نحن نصطدم فقط مع أوكرانيين. نحن نصطدم مع قوة الاقتصادية والعسكرية غربية التي تستعمل جيش أوكراني كوكيل في هذا حرب معادي لروسيا. ولذلك نقطة التقاء العسكري في سوريا برأيي أنا غير ضروري اليوم، ومضر لكل استراتيجية الروسية إضافة إلى حرب في أوكرانيا. روسيا ليست لها المصلحة ليشن أي توتر، ولكن هناك مصالح الدولة السورية، مصالح المحلية ليست روسية، ويتصطدم اليوم أمريكا ليست مع الروس بأغلب الأحيان، أما مع السوريين. سوريا أصبحت مجددا يعني رجعت إلى صفوف جامعة الدول العربية، تتمتع بدعم العالم العربي، العالم الإسلامي، وطبعا كل هذا يتطلب من أمريكا أن يأخذ بعين الاعتبار تغيير الظروف الدولية والمحيطة للنزاع في سوريا. أمريكا لا تحب أن يعدل موقفها وتستمر وجود العسكري في شمال الشرق وفي جنوب الشرق، في تانف وفي الضفة الشرقية لنهر فرات، لأسباب كما هم يقولون المكافحة الإرهاب. بلا حقيقة في روسيا وفي سوريا كذلك يعتبران أنه في تانف
مركز التدريب لبعض العناصر إرهابية التي تتغلغل على أراضي سوريا وتتحدي جيش العربي السوري. ولذلك محور استدام هذا ليست الأمريكي الروسي في سوريا، أما سوري كصاحب السيادة، دولة صاحب السيادة، وأمريكي الذي أعطى إلى هذه الدولة بلا أي رخصة، بلا أي دعوة، بلا أي سمح. بهذه النقطة أذهب لضيفي أيضا دكتور بول مرقس، بالإضافة للتفاصيل التي ذكرها ضيفي الآن وأيضا الوقائع الجديدة على الأرض المتعلقة بالحكومة السورية، قربها من الجامعة العربية، من الدول العربية، محاولات التطبيع مع الجانب التركي، معطيات جديدة حدثت مع الحكومة السورية، كيف تؤثر على التواجد الأمريكي وإصرار الولايات المتحدة الأمريكية في البقاء برأيك؟ تعرفين معي موقف الولايات المتحدة الأمريكية المبدئي من معارضة التقارب، أي تقارب سوري عربي أو سوري تركي أو سواه من التقاربات المحتملة إقليميا، حتى أن ثمة اتجاه كان زاخما في أروقة الكونغرس الأمريكي باتجاه فرض حتى عقوبات نتيجة إجراء أي تقارب سوري عربي وحتى سوى ذلك. يعني الموقف هو سلبي جدا في واشنطن لهذه الناحية، لكن لا ينتقل إلى المعنى العملي أو الميداني، يعني لا يتأثر الميدان بهذه المعطيات السياسية ولو كانت معطيات استراتيجية. الهدف حسب ما تعلنه الإدارة الأمريكية هو البقاء في الأراضي السورية بحدود ما يقارب 1,000 عنصر، مع زخم جوي استطلاعي كبير تريد أن تقول وراءه أنها ترغب بذلك بمحاربة داعش وسواها من المنظمات التي تعتبرها إرهابية. لكن الموقف العسكري الصلب المعلن عنه في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس بالضرورة الموقف الميداني الذي سيبصر النور يوما بعد آخر. يعني ربما نشهد تحركات ميدانية أمريكية باتجاه الانسحاب التكتيكي من أمكنة معينة أو حتى من زونز، يعني من أروقة جوية، حتى يريد الأمريكيون أن يتجنبوا فيها الاحتكاك المباشر مع الروس تحديدا، حتى لا يندرجوا أو يستدرجوا إلى معركة مباشرة مع الروس أرادوا تفاديها، حتى بالنسبة للصراع الأوكراني الروسي وهو بيت القصيد، حيث كل ما نشهده اليوم هو من تأثيره غير المباشر. شكرا جزيلا لك دكتور بول مرقس، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية، وأيضا الشكر موصول لضيفي من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الروسي فيسلاف ماتزوف، شكرا جزيلا لكما. استوديو الحدث مستمر وفي بعد الفاصل. وزارة النفط الليبية تدعو لإبعاد النفط عن النزاعات وتلوح بالقوة القاهرة. واقعهم أمشاعهم
ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف حدث؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث من جديد. قالت وزارة النفط الليبية في بيان أن أغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القوة القاهرة، معتبرة أن إغلاق 3 حقول نفط سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة. كما أضافت الوزارة أن إغلاق حقول النفط سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير. ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات. قال عبد السلام الصفراني عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن ما قام به قوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بمنع 5 أعضاء من المجلس من السفر يمثل بداية مرحلة استبداد وتفرد جديد في الحكم في ليبيا، وستؤدي إلى اندلاع مشاكل أمنية وتوتر عسكري. اعتبر الصفراني أن السبب الوحيد وراء هذه الإجراءات هو التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على إجراء انتخابات تفضي إلى حل حكومة الدبيبة. أنا أهلي وعيال وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المكونات الأمنية والعسكرية وأسر الشهداء وثوار مدينة الزاوية في قلق شديد. تابعنا نحن أهالي وعيال وثوار ونخب سياسية واجتماعية وأمنية بمدينة الزاوية ما يدور في ليبيا من اعتداء على المسار السياسي ومحاولة رئيس الحكومة وأذرع الأمنية وبعض الفصائل الخارجة عن القانون من إرغام لبعض أعضاء مجلس الدولة على تغيير المسار من تداول سلمي على السلطة إلى العودة لحكم العائلة آل دبيبة. ونخص هنا بالذكر الاعتداء على رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء المجلس وكذلك رئيس مجلس النواب والأعضاء، وذلك يعتبر اعتداء على سيادة الدولة والقانون، وهذا للأسف غير مألوف ويكون له الأثر السلبي الكبير على الاستقرار والسلم الاجتماعي في غياب القانون ومحاولة إقصاء من هم في المشهد السياسي. يخلو الأمر لهذه العائلة في السيطرة على مقاليد الحكم إلى مدى غير معلوم. كما إننا نرفض بشدة حبس وأخفاء الوزير السابق فرج بوماطري واقتياده إلى مكان غير معلوم. ولمعرفة المزيد عن مدى تأثير عمليات الاختطاف لسياسيين ليبيين على إغلاق حقول النفط والغاز وعلى موارد أخرى أيضا للدولة، ننتقل للزميل توني مزرعاني هنا في غرفة الأخبار. إليك توني. أهلا بك ضحى. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ بما سأتليها عليكم بعد قليل، فجاءنا منذ قليل هذا الخبر العاجل من مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي يفيد ويطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور فرج عبدالله بومطاري، ويعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي إلى حين الإفراج عنه، ويحمل حكومة آل دبيبة سلامة طبعا المطاري. إذن وفي تفاصيل هذا الموضوع، فبعد أن عقد مجلسي النواب والأعلى للدولة الأسبوع الماضي جلستيهما الهدفتين لإقرار خارطة الطريق التي توافق عليها رئيس المجلسين، جاءت أزمة توقيف المسؤولين كقرة ثلج وصلت في طريقها كالعادة إلى الحقول النفطية. إذن بدأت الأزمة بعد أن ألقت قوات مسلحة تابعة لجهاز الأمن الداخلي القبض على وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري في مطار معيطيقة بالعاصمة طرابلس. فبعد عملية الاختطاف هذه بدأت مباشرة ظهور البيانات المنددة والتظاهرات، ومن ثم إغلاق العديد من حقول النفط. فأهالي وأعيان منطقة أوباري في جنوب غرب ليبيا أغلقوا حقل الشرارة النفطي تضامنا مع قبيلة الزوية التي ينتمي إليها وزير المالية السابق فرج بومطاري. وبعدها بساعات امتدت عدوى الإغلاق إلى حقل الفيل الواقع في حوض
طبعا بجنوب البلاد وغربها الذي ينتج 70,000 برميل يوميا. كما هدد منسق الحراك بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز بإغلاق الحقول النفطية الجنوبية، بالإضافة إلى حقل التحدي الذي يعد أكبر حقل لتصدير الغاز. الاحتجاج على اعتقال وزير المالية السابق بومطار امتد للتهديد إلى إغلاق الموانئ الخمسة في مدينة طبرق في حال عدم الإفراج عن الوزير السابق. ومن النفط إلى الماء، هدد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية بقطع مياه الشرب عن سكان طرابلس، مشيرا إلى أن باقي الحقول النفطية ستغلق ولن تفتح حتى إغلاق أو إطلاق سراح بومطاري. يشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا حذرت من أن الاعتقال والاختفاء القسريين للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا سيكون لها تداعيات سلبية، وطالبت بإنهاء إغلاق حقول النفط على الفور والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي. عودة لك دحى. شكرا جزيلا لك توني على هذه المعلومات والتفاصيل، أناقشها بدوري مع ضيفي من القاهرة محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. ما الذي يحدث؟ لماذا التلويح مرة أخرى بالقوة القاهرة؟ وما تداعيات استمرار خطف السياسيين في ليبيا؟ مساء الخير أستاذ ضحى، تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي الحدث. الذي يحدث هو نتيجة طبيعية لهذا التصعيد الخطير واستهداف عدد من الساسة، سواء استهداف الوزير السابق بومطاري أو عدد من أعضاء مجلس الدولة ومنعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم. يعني بحسب آخر روايات 20 عضو تقريبا تم منعهم من السفر. يعني هذا يرفع مستوى الصراع إلى ما لا يحمد عقباه. يعني نأمل أن يظل الصراع، وكنا نأمل أن يظل الصراع سياسي، ولكن يبدو أن لحكومة الوحدة رأي آخر. يعني هذا تصعيد غير مسبوق، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاحتجاز الوزير السابق، خاصة يعني إذا عدنا للإعلان الدستوري المؤقت وتحديدا المادة 31 إن لم تخني الذاكرة، لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص. كذلك المادة 7 التي تتحدث عن ضرورة صون حقوق الإنسان وحرياته في ليبيا. لا يوجد أي مبررات أو أسانيد قانونية لاحتجاز الوزير السابق، اللهم إلا إذا كان الترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي يعد من الجرائم، ونحن لا ندري. يعني لكن اسمح لي أستاذ محمد السلاك، يعني لماذا أخذ الملف الليبي هذا المنحة الآن، خاصة بعد محاولات لرسم خارطة الطريق، توافقات بين مجلسي الدولة والنواب؟ البعض كان يعتقد بأنه الملف الليبي ربما على بداية طريق الحلحلة إن لم يكن الحل بشكل كامل، ولكن ثم يتم أخذ هذا المنحة. لماذا هذا التصعيد الآن برأيك؟ يعني يسأل في هذا حكومة الوحدة، يعني لماذا في هذا التوقيت بعد أن أصبح هناك نوع من التوافق، لا نقول بأنه توافق متين، ولكن على الأقل توافق في هذا التوقيت الدقيق بين مجلس النواب والدولة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تمهد للعملية الانتخابية، تؤطر لقوانين انتخابية ودستورية، كذلك أسانيد دستورية لازمة لهذه العملية. كذلك يبدو أن مسار المناصب السيادية فتح من جديد، وأصبح هناك مجال للحديث عن ضخ دماء جديدة في مؤسسات سيادية. رؤساء هذه المؤسسات بعضهم من 2011، يعني المصرف المركزي السيد صديق الكبير من 2011،
يعني أكثر داخل في 13 سنة الآن وهو يحكم المصرف المركزي ولا أحد يستطيع مساءلته فضلا عن إقالته. هل هذا منطقي؟ هل هذا مقبول؟ يعني كذلك مسألة بحث مسار الحكومة، المسار التنفيذي، لابد من حكومة موحدة أيا كان شكل هذه الحكومة، حكومة انتخابات تقود البلد نحو عملية انتخابية نزيهة وشفافة، ولابد أن يكون لها القدرة على الحكم من كل أنحاء ليبيا، وأن تكون محددة الهدف ولا تنحرف عن المسار المرسوم لها وهو الإعداد للعملية الانتخابية. هذه معطيات لا تتوفر في حكومة الوحدة مع تقديرنا. نأمل أن تتراجع عن هذه السياسات. المعالجة الأمنية لن تؤدي إلى أي حلول، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد كما شاهدنا. قبيلة زوية قبيلة لها ثقل، لها امتدادات في شرق ليبيا وجنوبها الشرقي، هناك قبائل أخرى أظن ستتضامن معها. والنهاية هو المشهد المؤسف الذي رأيناه، هذا التصعيد، إغلاق حقول وإغلاق المنابع النهر الصناعي من أجل الضغط، والذي يمكن أيضا أن ينسحب على إغلاق الموانئ أيضا. أي مبرر لاعتقاله؟ كيف يمكن الخروج من الوضع الراهن إذن؟ التراجع عن هذه الإجراءات التعسفية، التعامل مع الأزمة بطريقة سياسية، يعني المعالجة السياسية، يمكن لحكومة الوحدة أن تبذل المزيد من الجهد، تسعى أكثر لإثبات رؤيتها أو الانتصار لرؤيتها دون اللجوء للأساليب الأمنية، دون اللجوء لهذه الطريقة. يمكن أن تضغط بوسائل أخرى، إن كنا نتحدث عن صراع سياسي، ونأمل أن يبقى الصراع سياسيا، لأن الأطراف الأخرى سيكون لها ردة فعل، يعني لن تصمت تجاه هذه الممارسات، وهذا يعني المزيد من التصعيد كما شهدنا منذ قليل. إذن لابد، يعني آمل أن تعود الحكومة إلى صوت الحكمة والعقل، ويمكن حل هذه المخترقات عبر الجلوس على طاولة مفاوضات دون أن يكون هناك هذا السلوك العدائي تجاه كل من يعارض، كل من له مسار آخر أو رؤية أخرى. لا يمكن أن تسير الأمور وفقا لصوتا واحدا. نعم. يعني هذا لا أظن بأنه مقبول، ولا أظن بأن هذا يعني يعطي أي مساحة لحكومة الوحدة، بل سيجعل شعبيتها تتآكل، يعني هذه الممارسات. ولابد من وقفة حازمة. نعم. لوأد أي عنف محتمل نتيجة لهذه الممارسات أو هذا السلوك، من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي. نعم. الأسمى، وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شكرا جزيلا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل. بايدن يستقبل الرئيس الإسرائيلي الثلاثاء لبحث التعاون الثنائي والبرنامج النووي وعلاقات روسيا العسكرية مع إيران. حاكم إقليم بلخ الأسبق يروي للحدث قصة هروبه من أفغانستان، ويتحدث عن دور بناء لولي العهد السعودي في محاربة الإرهاب. تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد نتفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر، هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة عن رسالة تهديد. أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذه كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ كل مكان من العالم،
وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. مشاهدينا إلى استوديو الحدث من جديد. يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات حول التعاون الثنائي والعلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات العسكرية الروسية مع إيران. في البرنامج ستستقبل نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء في البيت الأبيض. ستتزامن زيارة الرئيس الإسرائيلي مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس دولة إسرائيل عام 1948. كما دعا هرتسوغ لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يوم الأربعاء. وقد أظهرت دعوة بايدن للرئيس الإسرائيلي الذي يعد دوره بروتوكوليا أظهرت نوعا من التجاهل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتلقى دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض منذ انتخابه في ديسمبر الماضي، على غير العادة التي جرت على دعوة كل رئيس وزراء إسرائيلي منتخب إلى البيت الأبيض بعد فترة قصيرة من توليه المنصب لتأكيد العلاقات الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب. الذكرى 75 لتأسيس إسرائيل التي دأبت الولايات المتحدة على إحيائها بحضور مسؤولين إسرائيليين للتأكيد على متانة العلاقات بينهما، ستكون بطعم وظرف مختلفين. بداية واشنطن أثرت دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي لا يتعدى دوره المسائل البروتوكولية على دعوة رئيس الوزراء الفعلي لإسرائيل بنيامين نتنياهو. هذا عدا عن أن الأخير لم تتم دعوته أصلا منذ انتخابه في ديسمبر الماضي، وهذا لافت. فالعادة بين واشنطن وتل أبيب هي دعوة رئيس الوزراء فور انتخابه، وهذا لم يحدث. زمنيا تأتي رحلة الرئيس الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة وسط توتر كبير في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة بناء المستوطنات بقرار من حكومة نتنياهو، إلى جانب إصرار الأخير على تعديل أيضا في السلك القضائي في إسرائيل الذي تسبب بموجة احتجاجات غير مسبوقة وأزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي. أضف إلى ذلك اختلاف الرؤى الأمريكية والإسرائيلية أيضا حول النووي الإيراني. ملفات تراكمت بين نتنياهو وبايدن. يقول مشرعون أمريكيون إنها وراء تجاهل الرئيس بايدن لنتنياهو، ووصفه لحكومة نتنياهو بالأكثر تشددا والأكثر يمينية منذ عهد جولدا مائير. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا صراحة خلال لقاء تلفزيوني على نتنياهو التعامل مع مشاكله الحالية الناجمة عن تحالفه مع متطرفين، كما أكد دعمه حل الدولتين بوصفه أفضل طريق للمضي قدما للفلسطينيين والإسرائيليين. انتقد توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية معتبرا الوزراء الذين يريدون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية جزء من المشكلة. من الناصرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. ألان بدعوة بايدن للرئيس الإسرائيلي، هل بات واضحا تجاهل بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وما أسباب هذا التجاهل المستمر حتى الآن برأيك؟ نعم، بالتأكيد هذه محاولة من البيت الأبيض تحديدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لاصطياد عصفورين بحجر على الأقل في هذه الدعوة.
أولا هو يبعث رسالة إلى الإسرائيليين بأنه ضد الحكومة الإسرائيلية وليس ضد إسرائيل. ثانيا هو يريد بذلك معاقبة نتنياهو على خلفية حسابات طويلة تعود بعضها إلى سنوات طويلة حينما وقف نتنياهو إلى جانب الحزب الجمهوري وتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية. وإن كنت تذكرين طبعا كيف حينما زار واشنطن ودخل إلى الكونغرس وكانت هناك ليس فقط عملية دعم وانحياز لهذا الحزب ضدك بالتلميح إنما بالتصريح. هذه أيضا محاولة احتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحرج هذه الإدارة الأمريكية، خاصة وأن الحزب الديمقراطي بات معلوما أن لديه برنامج وهناك أوساط يسارية تضغط من أجل أن تكون أمريكا إلى جانب تسوية الدولتين ومتابعة وعود هذه الإدارة وعود هذا الحزب الديمقراطي للعالم بضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهناك نوع من الاحتفال لدى المعارضة في إسرائيل بهذا التجاهل وبهذه اللطمة الأمريكية الموجعة لنتنياهو الذي كان يبحث عنها بشكل يعني حيوي جدا من أجل رفع شعبيته، استمرارا للتقاليد الإسرائيلية المتبعة حتى الآن. زيارة الرئيس الإسرائيلي رئيس الحكومة الإسرائيلية للبيت الأبيض، استقباله هناك في لدى أكبر دولة في العالم، دائما كان رافعة لزيادة شعبية وهيبة هذا الزعيم الإسرائيلي أو ذاك، وهذه المرة البيت الأبيض يحرم نتنياهو من ذلك. طيب كيف سينعكس ذلك على أي سياسات يتشبث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ نعم، هناك طبعا أوساط في اليمين في إسرائيل ليس فقط في اليسار تعتقد أن هذه الأزمة وإن كانت محدودة وليست على مستوى الدولتين، رغم التسريبات بأن أمريكا ستعيد عملية تقييم مصالحها من جديد ومنظومة علاقاتها الثنائية إلى آخره، لكن من الواضح والمؤكد أن هذه الأزمة هي أزمة محدودة بين البيت الأبيض وبين هذه الحكومة وبين رئاسة هذه الحكومة مع رئاسة هذه الحكومة والحديث عن نتنياهو بالتحديد. رغم ذلك هناك أوساط في اليمين ومن منتخبي نتنياهو قلقون من هذا المأزق من هذا التوتر، لأن ببساطة هناك مخاوف من أن ينعكس ذلك على المصالح الأمريكية في المنطقة في ظل وجود جبهات ساخنة متوترة إن كان مع الفلسطينيين وإن كان الأهم حزب الله في الشمال بالإضافة إلى إيران وغيرها من الملفات الساخنة الأخرى. نتنياهو لن يستطيع أن يتجاهل هذا التجاهل الأمريكي له ببساطة، لأن كما قلت هناك أوساط من اليمين محسوبة على نتنياهو لا تريد أن يستمر هذا الوضع، وهناك من يراهن في إسرائيل أن يؤدي هذا الضغط في حال استمر وتصاعد الضغط الأمريكي إلى تفكيك هذا الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو في إسرائيل. لكن البعض يقول أو هناك وجهة نظر تقول بأنه ليس فقط الرئيس الأمريكي يتجاهل نتنياهو، بل أيضا نتنياهو يتجاهل هذا التجاهل من قبل الإدارة الأمريكية ويبقي على سياساته كما هي. نعم، بل قال قبل أيام أن هناك ليس سرا أن هناك خلافات بالرأي، لكن هذا طبعا للاستهلاك الإعلامي، وهذه رسالة للإسرائيليين، رسالة طمأنة ومحاولة تقليص أضرار حتى لا يبدو فيها أمام الإسرائيليين وكأنه مس بقدس الأقداس وهو العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. ولكن هو في قرارة نفسه يعلم أنه لا يستطيع تحمل استمرار هذا التوتر، خاصة وأن الولايات المتحدة تملك أوراق من التطبيع مع السعودية، من التطبيع استكمال التطبيع ضمن اتفاقات أفراهام، هناك الملف الإيراني الذي لا تستطيع إسرائيل مهاجمة إيران لوحدها، هناك الموضوع الفلسطيني الذي تعتمد فيه إسرائيل على الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وغيرها. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي وديع عوودة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. في مقابلة خاصة مع الحدث كشف محمد عطا نور حاكم إقليم بلاخ الأسبق عن تفاصيل هروبه من طالبان، وهو والجنرال رشيد دستم اللذان يحاربان الحركة منذ التسعينيات. قال إن سقوط إقليم بلاخ والشمال الأفغاني مقصود من قبل الحكومة المركزية الأفغانية، كاشفا عن مؤامرة عميقة للغاية كانت تهدف إلى سقوط أفغانستان وتسليمها إلى طالبان. خرجتم باتفاقات؟
سهلوا لكم الخروج؟ نخیر ما با زور و قوت خود با تدبیر خود خارج شدیم. ما با تدابیر خود با قوت خود بیرون شدیم. الان که توطئه از جانب دولت و کسای از جانب دولت توأم با همکاری نیروهای داخلی مضر و طالب ها توطئه مشترک داشتن که ما مارشال دوستم و کسان دیگی آسیب ببینن، اسیر شویم یا کشته شویم. ما خواه اسیر نمیشدم، تفنگ به دست می بود، ولی طبعا جنگ شکست دارد و جنگ شکست که خودی فرار میکنی از دست دشمن که اسیر نشی. اسیر شدن خودش یک ذلت است. من نخواستم که اسیر شوم. اريد ان اعرف لماذا سمحوا لكم بالهروب؟ اين قواتكم العسكريه؟ هل هي متواجده الان هناك؟ ما اجازه خروج ندادن. ما به زور خود برآمدیم، با قوت خود، توانایی خود برآمدیم، با برنامه برآمدیم. ما عرض کردم که وقتی که تمام قوات‌های نظامی زمینی و هوایی و قوای هوایی روز فرار کرد و 15 کم افت شام که در نماز شام افت 15 دقیقه مانده بود، تمام قوات‌های زمینی و نظامی، قول اردو، فرقه ها، لواها و همچنان قوات‌های خاص و کماندوها همیشان فرار کردن که ما به دام دشمن و طالب بیفتیم. ولی ما تدابیر داشتیم، حمایت مردمی داشتیم، قوات محلی خود داشتیم. بعد از آن دو ساعت بعد مرا مجبور ساختن که عقب بشینم. ممکنه من اگر جنگ میکردم شهر مزار شریف امروز دیگه این شهر وجود نمیداشت. به یک شهر ارواح، به یک شهر، شهر سوخته، به یک شهر کاملا منفجر شده و آتش گرفته تبدیل میشد. مرا مجبور ساختن که گپ ختم از قصه این است که افغانستان را برای طالبان دادن. تو جنگ نکنی که نفر نداره بیرون شد. باز من با خودم بیرون شدم، ولی با قوت خود بیرون شدم. وفي مقابلته مع الحدث قال الحاكم الأسبق لإقليم بلخ بأفغانستان إن دور السعودية في أفغانستان مهم، مشيرا إلى أن بإمكان ولي العهد السعودي لعب دور مهم لتوحيد رؤى بلدان الجوار الأفغانية. سيد عطا، تحدثت عن الدور السعودي في العالم وخصوصا في العالم الإسلامي، هنا هذه الإجابة ستقودني إلى سؤال: السعودية حليف استراتيجي لجارة أفغانستان باكستان، وعلاقتها أيضا مع الصين الجارة الأخرى جيدة طوال سنوات. اليوم أمن هذه الدول جميعا مرتبط بأفغانستان، هل تعتقد أنه ممكن هذه الدول تكون حلف قد يواجه التهديدات المتوقعة التي تأتي من أفغانستان يوما ما؟ ربما ما با میخواد گفتم که نقش عربستان سعودی با محوریت محمد بن سلمان که یک جوان هوشمند است میتونه که نقش سازنده و خوبی را در افغانستان و منطقه و مبادله توریسم و برگشت ثبات و استقرار دائمی به تمام کشورها داشته باشه، خصوصا که ارتباط نزدیکی را که با ترکیه داره، با چین دارن، با پاکستان دارن، با کشورهای خلیج فارس خصوصا با امارات متحده عربی دارن که من اینجا زندگی میکنم. اینا با هم میتونن که دیدگاه ها را وفق بتن، توحید دیدگاه ایجاد بکنن و برای حل مشکل افغانستان و مبارزه درباره توریسم جهانی قدم های مؤثر و خوبی را بردارن. چین هرگز موفق نمیشه در یک راه و یک کمربندش سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلاری که میکنه، مگر اینکه امنیت و ثبات در افغانستان نبیاد. چین نمیتونه توسط طالبان امنیت تامین بکنه با کسایی که جز جنگ دیگه فرهنگی ندارن. با جنگ اونا زنده هستن، با جنگ تغذیه میشن و سیاست و پالیسی که چین انتخاب کرده غلط است. پس با روابط عمیقی که شیخ محمد بن سلمان داره میتونه که همه کشورها را در یک جهت را راهنمایی بکنه، مدیریت بکنه. اعتبر حاكم إقليم بلخ الأسبق دول الجوار الأفغاني وخصوصا إيران والصين أخطأتا في مقاربتهما السياسية والعسكرية تجاه طالبان. عندما نتحدث عن جيران أفغانستان نتحدث عن باكستان، إيران، الصين. قبل ذلك عندما انسحبت الولايات المتحدة، إيران والصين أعلنتا عن ارتياحهما بهذا الانسحاب، ولكن كيف سينعكس التهديد الذي يأتي من أفغانستان على هذه الدول الجارة؟ این کشورها با اشتباه رفتن در پالیسی و دکترین سیاسی و نظامی خود در سطح افغانستان و منطقه. اینا به خاطری که امریکا را زمین گیر بکنن، امریکا را شکست شدن رقم بزنن و از افغانستان سرافگنده بیرون شوند،
به او خاطر از ایگر بیا استقبال میکردن، نه به خاطر که به نفعشان است. شما یقین داشته باشین چین آلی مثل دایناسور که دانا باز کرده به معادن افغانستان فردا پشیمان میشه. افغانستان مالک داره، مالک افغانستان، صاحبان اصلی افغانستان، مردم افغانستان است. آلی با گروه توریستی که اینا قرارداد بسته کردن با ولایت سرپل، شرکتشان آمدن که نفت استخراج بکنن، آیل استخراج بکنن، این کاملا غیر قانونی است. یک دزدی کشوری است که یک کشور آمدن مال زیرزمینی ما رو دزدی میکنن. همچنان ایران در یاد داشته باشند که از آمدن طالب ها استقبال کردن، طالب ها هیچ وقت با ایران دوست نمیشن. اگر امیال یک جنگ شیعه و سنی صدا بلند شوه، شما میبینید ده ها هزار نفر فدایی حاضر میشه در جنگ ایران اشتراک بکنه. سیستان و بلوچستان با آتش سرخ تبدیل میشه، شعله‌ور میشه. سیستان و بلوچستان عقده‌مند از حکومت ایرانی ها و اونا هم چون اکثرت مردم اهل سنت هست و اینا هم از این وضعیت استفاده خواهد کردن و اختشاش شاید بکنن. چنانچه در این وقتا میبینیم که بعضی حملات انتحاری اتفاق افتاده روان است. جیش العدل سیستان و بلوچستان فعال شده، فعالیت دارن و جهت های اونا تقویه میشن. از طریق مخالفین حکومت ایران اینا تقویه میشن و این بسیار خطرناک است برای ایران. و این بازیشان بازی خطرناک است، مثل که بازی با سر اژدها، با سر مار بازی بکنین. این بازی با سر مار گزنده سود نداره. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.